السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنستكمل بإذن الله المحاضرات بتاعتنا. بس في الأول أنا هقول إن أنا والله مبسوط إن أنا موجود معاكم. يعني حابب الناس تستفاد بكل حاجة إحنا بنشرحها، وهرجع أقول برضو لو لاقيين إن في نقطة معينة مش فاهمينها أو في مشكلة، لا نعيد عليها. أنا عايز الناس توقفني، خليني أعيد مرة واثنين وثلاثة، تمام؟ لو في نقطة مش واضحة نعيد، إحنا هنا مع بعض عشان خاطر نعيد مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان في الآخر نستفاد من بعض. طيب إحنا خلصنا أول جزء اللي هو أساسيات الكمبيوتر، دلوقتي هندخل على جزء مهم جدا اللي هو أساسيات الإنترنت. كنا دخلنا فيه إمبارح، كنا أخدنا الجزء الأول منه. إحنا قلنا الجزء الثاني هيبقى إيه؟ هيبقى عبارة عن البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني، نبدأ أول حاجة لما باجي أدخل على المتصفح اللي هو جوجل كروم. وعايز ابتدي انشئ ايميل، خلاص يعني انا عايز ابتدي اعمل جيميل، اسمه جيميل ده، من خلاله بقدر ان انا ارسل الايميلات بتاعتي اللي هو البريد الالكتروني. اقول له تسجيل مثلا الدخول، ولا انت عايز تنشئ حساب؟ انا عايز انشئ ايه؟ حساب. عايز انشئ حساب. ننشئ حساب جيميل، جيميل اللي هو البريد الإلكتروني زي ما اتفقنا. طيب عايز اعمل ايه؟ هتلاقي في كلمة اسمها انشاء حساب. طيب هنا بيقول لي الاسم الاول، هكتب اول اسم اللي انا عايزه لحسابي. نفترض انا هكتب احمد، ولا مثلا اسميها ايا كان الاسم، نكتب مثلا اي اسم، خلاص اسمي. شوف انت عايز تكتب الاسم الاول ايه واسم العائلة ايه. طيب اسم المستخدم بقى الجيميل بتاعك، يفضل ان الجيميل بتاعك يكون ايميل رسمي. طيب خلينا انا هكتب كمثال، هكتب هنا محمد، وهكتب هنا كمثال علي اسم العيلة. فهاجي هنا في الجيميل اروح اكتب محمد علي مثلا، بيقول لي اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل. هنجرب اسم تاني، زود مثلا ارقام، لا اقعد جرب لحد ما توصل، بس ما تحطليش اسم دلع في الجيميل، لازم يبقى اسم رسمي. تمام، محمد مثلا علي SR123 اهو عمل معايا، يبقى محمد خلينا احفظه اروح اجي اكتب كلمة المرور بتاعتي. كلمة المرور عموما لازم تكون حروف وارقام ورموز، حروف وارقام ورموز، علشان تكون كلمة المرور صعب اختراقها. كلمة المرور عشان تكون قوية ايا إن كان، انا هعمل كلمة مرور لبريد الكتروني، انا هعمل كلمة مرور لتليفون، انا هعمل كلمة مرور لاي حاجة ايا كانت ايه، ايا كانت المعدة اللي هعمل لها كلمة مرور، لازم تبقى حروف وارقام ورموز علشان يبقى صعب اكتشافها. فانا نفترض مثلا، هذا شوف بس اكتب سمول
بالعربي. حلو، هاجي هنا اكتب مثلا ورحت كتبت كلمة المرور بتاعتي، كتبت كلمة المرور بتاعتي، بعد كده هقول له ايه التالي. يبقى اول حاجة عملت الاسم الاول، الاسم الثاني، وادي البريد الالكتروني. حتى البريد انا مش شايفه ان في اسم دلع، محمد علي اس ار 123. دايما خلي ايميلاتك كلها رسمية. عايز تعمل ايميل مش رسمي تراسل بيه اصحابك، ممكن تعمله باسم دلع، لكن ده ابعد عنه، ابعد عن الاسماء اللي هي فيها تحس فيها اختصاره، فيها دلع. لا، انا هخليني في ايه، خليني في اللي هو الرسم. اقول له التالي كلمه المرور، بيقول لي يرجى اختيار كلمه مرور اقوى. تعالوا كده نجرب. تمام، هذه كلمة المرور. برضو في مشكلة فيها، حاول برضو أكتب. انا بجرب لحد ما ايه اخلص. الان بيقول لي برضو عايز احرف وارقام رموز، نبتدي نجرب. احنا هو بنجرب مع بعض. لحد الآن ولا كلمة مرور عادي تنفع معايا، فأنا برضه هبتدي إيه أكتب لحد ما أوصل لكلمة المرور المناسبة. نفعت دي، نفعت معايا، فأنا بقول لي اكتب رقم الهاتف، أروح أكتب له رقم التليفون. هنا بيقول لي عنوان البريد الإلكتروني لاسترداد الحساب. لو عندك بريد إلكتروني تاني علشان لو حسابك ده اتقفل تقدر ترجعه بيه، أروح أكتبه هنا، وأروح أكتب بقى أمن البيانات، أكمل باقي البيانات، اليوم والشهر والسنة مثلا، الجنس، وهكذا. التالي
انا ما كتبتش رقم تليفون. انا بوافق على الشروط. فتح معاك البريد الالكتروني بتاعك اهو بالشكل ده، اهو ده البريد الالكتروني الجديد. بس كده انا كده عملت ايه؟ كده فتحت بريد الكتروني. تمام، اهي دي المعلومات الشخصية، الصفحة الرئيسية، الأشخاص، الأمان، وهكذا. قول لي مرحبا. حلو، روح اعمل ايه بقى؟ اروح على جوجل، ابتدي ادخل بقى حساب اللي انا عملته ده. انا مش عايز الحساب ده. انا كده عملت حساب على جوجل. فين الجيميل؟ للعمل؟ لا، انا مش عايز انشاء حساب، انا عايز اعمل دخول محمد رمضان. هتلاقيه دخل معاك على الحساب بتاعك اهو. طيب انا ده البريد الالكتروني بتاعي، عايز ابتدي ان انا ارسل ايميل عن طريق البريد الالكتروني. هتلاقي فيه علامة زائد من فوق اللي هي انشاء او نيو، هندوس عليها فهتلاقيه ظهرت معاك بالشكل ده، بيقول لك رسالة جديدة. رسالة جديدة من علامة البلس او الزائد، بيقول لك رسالة جديدة. اول حاجة بيقول لي الى. يعني ايه الى؟ يعني انت هتبعت الرسالة دي لمين؟ انت هتبعت الرسالة دي لمين؟ تروح تكتب الايميل اللي هتبعت لي الرسالة. حلو خالص اهو، رحت انا عملت الايميل اللي هبعت لي الرسالة. طيب الموضوع، نفترض ان انا هبعت السي في بتاعي، فهروح اقول له في الموضوع مثلا ارسال سي في، او التقدم على وظيفة مثلا مندوب مبيعات، التقدم على وظيفة مهندس ميكانيكا، وهكذا. فالموضوع اللي هو السبجكت، اللي هو العنوان، التايتل، العنوان اللي على اساسه هتبعت الايميل، انت الايميل ده اصلا هتبعته ليه؟ وتنزل تحت الموضوع تحكي بقى، تبعت الايميل اللي انت عايزه. تبعت الايميل. طيب حلو خالص. طب عايز اضيف صورة في الايميل، شايفين رمز الصورة، ادراج صورة، هدوس عليها وادور مثلا صور ولا البومات ولا تحميل. لو تحميل بجيب الصورة من بره واسحبها واحطها هنا، او اقول له اختيار الصور المراد تحديثها. اروح اختار الصور اللي انا عايزها واقول له اوبن، اقول له اوبن اهو. حددت الصورة مثلا، اقول له ادراج، اضاف لي الصورة فين؟ في الايميل. طيب عايز اضيف مثلا ملف درايف من هنا اهو، ادراج ملفات باستخدام درايف، وبرضو ادور ان الملف ده حطه فين اهو، ضاف لي الملف. طيب عايز اضيف رموز، اختار من هنا الرموز زي ما انتم شايفين، وضيف. طيب عايز تضيف رابط اهو، ادراج رابط، تحط هنا الرابط بتاعك، النص المراد عرضه اهو، وتقول له حسنا. طيب عايز ان انا ابعت مستند وورد، ملف برزنتيشن باوربوينت، شيت اكسل من ارفاق ملفات، اروح اختار الملف واقول له اوبن او ضاف، بيتضاف عندك تحت. طيب نفترض انا جيت كمحمد مثلا، انا هحذف دي مش عايزها، جيت كتبت اي حاجه ورحت حددتها، رحت دست على حرف الايه، حرف الايه دي بتعمل ايه؟ بتظهر معاك بعض التنسيقات، البي بيخليها لك بولد، بيتخن الخط. طب الاي بتميل الخط، اليو بيحط لي خط تحت الكلام. طيب الايه، الايه دي بتعمل لك او بتغير لك لون الخط اهو، لون الخط. طيب دي اهو، صغر معايا الخط شويه،
خلاه كبير، خلاه ضخم. طيب ده نوع الخط. طيب دول بيعملوا ايه؟ لو جينا بدي اللي هي المحاذاة، في المنتصف ولا ناحية اليمين ولا ناحية اليسار؟ هنا لو عايز احط ارقام او تعداد رقمي قبل الكلمة، طيب دي بدل الارقام هيحط لي نقاط. طيب دي بتعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين المسافات البادئة بتظبط لي ايه؟ المسافات البادئة. ده بالنسبة أنا خلصت خلاص وعايز أبعته، هقول له إرسال. إرسال إرسال هيبعت لك إيه؟ الرسالة بتاعتك. فده اللي هو إزاي أرسل إيميل. طيب دي كلها رسائل موجودة عندي، رسالة زي دي أهي عايز أطبعها، أروح أدوس على علامة برنت أو الطباعة تظهر بالشكل ده وأقول له سيف، فهيطبع لك اللي هو الصورة دي. ده لو عايز أطبع الإيميل. طيب حلو خالص، ادي البريد الوارد اللي عندي. عندي رسالة زي دي عايز احذفها، لو في علامة زي علامة السلة بتاعة المحذوفات هدوس عليها حذفها لي. تم نقل محادثة او محادثة واحدة للمهملات، اقول له تراجع، ارجعك تاني ليها. طيب دي كلها نجوم، انا عايز اخلي والله الرسالة دي في المفضلة، دست عليها ظهرت بالشكل ده. تعالوا كده نروح في الجنب على المميزة بنجمة اهي، دي الرسالة المميزة بالنسبة لي. اشيلها ازاي؟ اضغط على النجمة مرة تانية. طيب البريد المرسل، يعني ايه البريد المرسل؟ الحاجات اللي انا بعتها، الحاجات اللي انا بعتها. طيب هنا المسودات، الحاجات اللي انا كنت عايز ان انا ابعتها وما اتبعتتش، تمام؟ تلاقيها موجودة فين؟ في المسودات. طيب حلو خالص، برضو الدرافت ده اللي هو المسودة. طيب عايز اعمل ميتنج، شايفين من تحت بيقول لي ايه؟ الميت اللي هو جوجل ميت، اجتماع جديد. بس ابتدي اعمل حاجه اسمها البدء الان او ارسال دعوه. ادي الرابط، تم نسخ رابط الاجتماع البدء الان، فهو فتح معايا اللي هو الميتنج، تمام؟ أنا أنهيت الميتنج، رجوع إلى الشاشة الرئيسية. ده لو عايز أعمل زي ما إحنا عاملين على زوم دلوقتي، لو عايز أعمل اجتماع بس على جوجل ميت. جوجل ميت من الإيميل بتاعك هتختار حاجة اسمها اجتماع جديد، اجتماع جديد. ده اللي هو الجيميل. الجيميل في أي مشكلة؟ الجيميل في أي مشكلة مع الناس؟ قبل ما ادخل على اللي بعد كده، الجيميل وانشاؤه في اي ادنى مشكلة؟ حلو، الدنيا بسيطة لحد الان. تمام كويس، حلو خالص. تمام طيب هاجي دلوقتي انا لو عايز ابتدي انشئ مستند، انشئ ايه؟ مستند وورد. كليك يمين على سطح المكتب وهقول له نيو، ثم هختار مايكروسوفت وورد. عايز انشئ اكسس، هقول له مايكروسوفت اكسس. عايز انشئ باوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت. عايز انشئ اكسل، مايكروسوفت اكسل. يا اما في قائمة ستارت هلاقي البرامج بتاعتي كلها هنا، يا اما في السيرش اروح اكتب وورد ظهر معايا. طيب انا عايز افتح برنامج الاوت لوك، اوت لوك ادوس عليه.
علشان افتح الاوت لوك لازم اكون عامل ايميل، لازم اكون عامل ايميل. فبرضه بيقول لك اهو انت هتدخل بالجيميل بتاعك. اه انا هدخل بالجيميل بتاعي، فادخل بالجيميل بتاعك، الجيميل اللي انت عملته الاول ممكن تدخل بيه وتفتح بيه الاوت لوك. لان انا ليه ظهر معايا بالشكل ده يا ظهر معايا بالشكل ده؟ علشان خاطر ان انا مدخل اصلا. تمام، تحقق من هاتفك لحظة. ايوه بحاول الدخول. نعم 35. سمع اهو فتح معايا. فلازم تمام بفتح الاوت لوك ازاي؟ ان انا اكون على الاقل يكون عندي ايميل. اعمل لك مثلا جيميل وروح افتح الاوت لوك. انا فتحت الاوت لوك بالشكل ده، ده شكل الاوت لوك. هو هتلاقيه البريد الالكتروني مع اختلافات بسيطه. طب في حد يقول لي ايه الفرق ما بين الاوت لوك وما بين الجيميل؟ هقول لك مفيش فرق، الاثنين حاجه واحده، بس الاوت لوك بيكون رسمي اكتر من الجيميل، بيكون رسمي اكتر من الجيميل. يعني بدل ما تعمل حاجه اسمها ات جيميل دوت كوم، لا ات اوت لوك دوت كوم. من نيو ايميل هنا بنشئ رساله جديده، بنشئ الرسالة الجديدة أهو. تمام، الصوت كده واضح مع الناس ولا لأ؟ الصوت واضح مع الناس؟ تمام. طيب هنا برضو في حاجة اسمها البريد المرسل، والرسالة المميزة بنجمة، والرسالة غير المرغوب فيها، والمسودة، نفس اللي احنا شفناه فين؟ في الجيميل. طب من تحت ايه اللي موجود من تحت؟ ده شكل الرسالة. هنا بيدي لك الرسائل كلها اللي عندك اهي، دي كلها رسائل، دي كلها رسائل، ادي الاول، دي كل الرسائل اللي عندك. طيب في حاجة اسمها الانريد، يعني الرسائل غير المقروءة. دي الرسائل طالما الرسالة ظهرت بالشكل ده تمام باللون الأزرق معناها رسالة غير مقروءة. تعالوا كده نفتح الرسالة، فتحها لك ناحية اليمين، فتحها لك ناحية اليمين. طيب هنا في رسالة أو في علامة تعجب، تعالوا ندوس عليها وأقول له داونلود بيكتشر. الميزه هنا في الجيميل لو في في الاوتلوك لو في صوره مش بينزلها الا لما انت تطلب حاجه زي كده. هنا هتلاقي في علامه تعجب اهو، هقول له داونلود بيكتشر، تلاقيه نزل الصوره اهي. طيب تعالوا كده نروح على الرساله الثانيه، تلاقي الرساله اللي فوق اتقرأت. طيب عايز ارجعها تاني كانها غير مقروءه، كليك يمين عليها وهقول له حاجه اسمها المارك از ان ريد اهو، رجعها تاني غير مقروءه، رجع الرساله غير مقروءه تاني اهي. طيب هنا بيقول لي الرسائل غير مقروءه انت هترتبها بواسطه ايه؟ يعني انا هرتبها على حسب التاريخ اهو، ولا هرتبها على حسب الحجم، ولا هرتبها على حسب النوع، ولا هرتبها على حسب مثلا الاكونت، ولا ايه؟ انت اللي بتختار نوع. طيب انا عايز ادي رساله زي دي وعايز ارد عليها، اعمل ريبلاي عليها اهو. انا فتحتها حلو، فتحتها هقول له ريبلاي، يعني اعمل لي اعاده رد. اول ما ادوس على ريبلاي هقول له يس اهو، رد على الرساله بقى. انا هرد عليها، اكتب اللي انت عايزه وبعد كده اقول له سند او ارسال. تمام. طيب انا هعمل ريبلاي اول، هرد عليهم كلهم او هرد على عدد اهو كبير من الناس. طيب لو قلت له فورورد بعمل لها اعادة توجيه، الرسالة نفسها باخدها هي هي، بس انا هنا قايل لي تو،
يعني انت هتبعت الرسالة لمين؟ طيب السي سي والبي سي سي هنعرفها كمان شوية بتعمل ايه. طيب هنا الميتنج ده لو عايز تحدد ميتنج لعبد الله وعايز تبعتها له كرسالة، عندك مثلا ايه تاني؟ طيب لو ضغطت كليك يمين على الرسالة وقلت له مثلا كمثال كوبي، فانا هعمل نسخ الرسالة كويك برنت، انا هطبع الرسالة طباعة سريعة عليها. طيب المارك از ريد هخليها غير مقروءة، اجنور هعمل لها اهمال. مثلا ايه تاني عندي مهم؟ الجانك دي اللي هي زي سلة المحذوفات كده، سلة المحذوفات ديليت لو عايز احذفها، اما لو عايز اخليه في الارشيف هختار من هنا ارشيف. طيب حلو خالص. هنا الانبوكس بيقول لي انت عندك 1467 رسالة، ده المسودة اللي عندك اهي، دي المسودة انا هحذفها. ده البريد المرسل يعني الرسالة اللي انا بعتها اهي، دي سلة المحذوفات او المهملات اللي احنا بنسميها، عايز افضيها. دي الرسالة المميزة بنجمة اللي انا اللي هو عملها في المفضلة، مسحتها اهو. طيب الرسائل الغير مرغوب فيها، اغلب الرسائل المهمة 90% من الرسائل المهمة بتتبعت لك على الرسائل غير المرغوب فيها. يعني انا مستني ايميل كمثال من شركة مايكروسوفت، ليا شهر مستنيها وما اتبعتش، اروح اعمل ايه؟ افتح الرسائل غير المرغوب فيها، لان هو ما بيقدرش يتعرف على الرسائل المهمة دي، فبيحطها لك فين؟ في الرسائل الغير مرغوب فيها. هتلاقي اهم رسائل عندك في الرسائل غير المرغوب فيها. مهم دي اللي هي الرسائل الامبورتنت او الرسائل المهمه بتاعتك، والدرافت اللي هو المسوده الرسائل غير مرغوب فيها الجنك، انا اسف الجنك، الرسائل غير مرغوب فيها الجنك اللي هي الرسائل غير مرغوب فيها، الدرافت اللي هو المسوده، الدرافت اللي هو المسوده. تمام. بالظبط. ما هي بص يعني 90% من الرسائل المهمه بتتبعت في الجنك او الرسائل غير مرغوب فيها، يعني انا مش متعرف على الرساله دي، انا اهو في حاجه اسمها جنك اللي هي ايه؟ الرسائل غير المرغوب فيها. يعني انا بالنسبه لي ان انا شايف ان الرساله دي يعني فيها رابط مشكوك زي ما انت بتقول، شايفها مش مهمه او هي مهمه بس هو خايف من الرساله ان يبقى فيها فيروس، فعشان كده بحطها لك في الرسائل غير مرغوب فيها. حلو. طيب تحت خالص جنب علامة الظرف في اللي هو الكليندر الشكل ده، ده الأجندة بتاعتك. أنا دلوقتي حددت كمثال يوم 22. حلو، حددت. حلو خالص. طب يوم 22 دي أنا عندي ميتنج، هقول نيو ميتنج. اكتب بقى عنوان الميتنج هنا ايه؟ طيب required هو يتطلب ايه؟ طيب start time هيبدأ امتى؟ كتاريخ ووقت. طيب هينتهي امتى؟ برضو كتاريخ ووقت. وبعد كده هتقول له send او ارسال، انا مش عايزها. طيب عندك موعد، هقول له new appointment. طيب عايز تعمل meeting بس على ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه التيمز، برنامج التيمز. اقول ميت ناو او نيو تيم ميتنج، نيو تيم ميتنج، افتح معاك برنامج تيمز او بالشكل ده. اقول له الانضمام الان. حلو خالص. طيب قبل ما اكمل، حد بيسالني ازاي افتح الاوتلوك. انا بكتب تحت في السيرش، بس لازم اكون منزل الاوفيس عموما، هزمه اوفيس،
في السيرش اروح اكتب اوت لوك، اكتب اوت لوك هيفتح معاك اهو بالشكل ده. انا لو واحد بفتحه لاول مره هيطلب منك ايميل، لازم يكون معاك ايميل، لازم يكون معاك ايميل تدخله وهيفتح معاك. يا اما هتروح على قائمه ستارت ودور على الاوت لوك، انزل تحت، فين الاوت لوك، فين الاوت لوك، الاوت 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 لوك اهو الاوت لوك. يا اما زي ما قلنا السيرش وراح اكتب اوت لوك، وعلشان افتحه زي ما قلنا لازم يكون معاك ايميل، يا اما هتعمل لك ايميل جديد بس المره دي باسم الاوت لوك. تمام تمام زي ما قلنا هنا لو عايز اعمل نيو تيمز، نفترض مثلا قلت له هنا توداي اليوم، بيقول لي الساعه، الساعه كام، بيقول لي مثلا هنا النكست 7 داي، بعد من دلوقتي لسبعة ايام مثلا، قلت له الورك ويك يوم العمل، النهارده الاثنين اهو الاثنين، ده الويك اللي هو الاسبوع بتاعك كله، ده المانس الشهر اهو بالكامل، طريقة العرض، سكادول فيو، ده شكل السكادول. انا لو عايز افتح الكليندر، عايز افتحها من فين بالظبط، ده الايميل كليندر، ده شكل اللي هو ارسال ايميل، وهنعرف كمان شوية برسله ازاي. طيب تالت حاجة اللي هو البيبل اللي هو الاشخاص. في حد سألني، كويس انا افتكرت سؤال، بعتذر ان انا شفته متأخر. هنا في حاجة اسمها الشو بيبل اون ذا تاسك بار، اول ما ادوس على الاشخاص، تمام، افتح معايا حاجه زي كده، لازم اتاكد ان انا فاتح ايه، فاتح معايا النت. طيب انت عايز تضيف اشخاص، هتضيف نيو كونتاكت، جهه اتصال جديده، هتبتدي تضيف بقى ناس هنا، ده لو مش هتربطه بجهاز الكمبيوتر، هتبتدي تضيف، هتضيف الصوره، طب انت عايز تحفظه فين، في الايميل، ده الاسم وده رقم التليفون وده الايميل الشخصي، ده العنوان، وهكذا، اقول له سيف. طيب لو رحت على الاشخاص ومن الابس او التطبيقات، هقول له بيبول، فتح معايا جهاز الاتصال اللي عندك على الجهاز على التليفون، عشان انت بتعمل له ربط بالتليفون، هتقول لي اعمله الربط ازاي، اول ما تفتح دي وتقول له بيبول، هتمشي خطوات نيكست نيكست لحد ما ايه تدخل على التليفون بتاعك، فانت هتعمل ربط، بس لازم على الاقل تكون فاتح الجيميل بتاعك اللي انت حاطه على التليفون، تكون فاتحه برضو على اللابتوب. تمام. طيب هنا دي علامة الاشخاص، هي اللي احنا عملناها دي اللي هي البيبول، برضو دي اهي، ادي الاشخاص، لو عايز اضيف اقول له نيو كونتاكت، جهة اتصال جديدة، ابتدي هنا اكتب الاسم بتاعه، اسم كامل، الشركه، الجوب تايتل، العنوان الوظيفي، الفايل از، انت عايز تحفظ الملف كايه، حط لي هنا الصوره، الايميل، وهكذا، املي البيانات بتاعته. خلصت اقول له سيف اند كلوز، يا اما هقول له ديليت او حذف. دي الطريقه بتاعت العرض، طريقه عرض يعني. انا دلوقتي نفترض انا هضيف شخص، ايا كان مين الشخص اللي انا هضيفه، سيف، سيف، بيظهر بالشكل ده، انا هضيف شخص تاني اهو، ضفت اتنين. الكرنت فيو ده طريقة العرض الحالية، دي طرق العرض الحالية بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. هنا ده لو عايز اعمل مشاركة لجهات الاتصال بتاعتي، كليك يمين هقول له ديليت، كليك يمين هقول له ديليت او حذف. طيب اللي بعدها في حاجة اسمها، لو جينا فتحنا على التاسك، يعني انا عندي موظفين وعايز احدد المهام بتاعتهم، بدخل على التاسك من تحت هقول له نيو تاسك، يعني مهمة جديدة، او مش شرط موظف، انا عندي مهمة انا كشخص عايز اعملها،
فاروح اكتب هنا العنوان بتاع المهمه، التايتل، السبجكت. طيب هتبدا امتى؟ ادي الستارت ديت. طيب الديو ديت، المده اللي هتاخدها، المده اللي هتاخدها. طيب الحاله، هل هو مكتمل ولا مثلا في الانتظار ولا ايه بالظبط؟ طيب الفتره طبيعيه ولا عاليه ولا صغيره؟ طيب انا عايزه يذكرني، اعلم علامه صح. طب عايز يذكرك انت. طيب وقت التسكير يكون الساعه كام؟ وده المنبه بتاعك. خلصت هقول له ايه؟ سيف. او لو خلصت المهمه اقول له مارك كومبليت. لا انا مش عايزه، اعمل له ديليت او حذف. 3 نقاط دي لو عندي نوتس، لو عايز اضيف ملاحظات بالشكل ده، نيو نوت، اكتب الملاحظه اللي انا عايز اضيفها. اضافت اهي، اقول له ديليت. طيب لو جيت فتحت الفولدر، لو عايز انشئ مجلدات، تمام، ادي النوتس، اقول له نيو فولدر مثلا، مجلد جديد، واكتب اسم المجلد عشان اضيف جواه رسائل وهكذا. تمام، دي الرسائل بتاعتي. انا خلصت خالص وعايز ابتدي ارسل رساله. من قائمه هوم هتلاقي في كلمه اسمها نيو ايميل، يعني ايميل جديد. نرجع تاني لجهات الاتصال اهي. تمام، دور معايا في حاجه اسمها الشير. هنا مش بتستورد جهه اتصال. انت هنا بتضيف، انا هبتدي انشئ لسه، وملوش دعوه بجهات الاتصال اللي عندك على التليفون. الاوتلوك في الجزء ده بالاخص ملهوش دعوه بجهات الاتصال اللي عندك على التليفون. انت هتبتدي تنشئ واحده من اول وجديد وهكذا. ده مثلا زي ما قلنا، لو عايز اعمل مشاركه لجهات الاتصال بتاعتي اللي انا حفظتها هنا. تمام، حلو خالص. لو من الجميل دي ليها طريقة تانية. تمام، ليها طريقة تانية ان شاء الله بإذن الله، لو ربنا ادانا طول العمر نشرحها مع بعض ان شاء الله. ليها طريقة تانية بإذن الله، تشرح في محاضرة لوحدها. تمام، لو كده ممكن نشرحها لكم بكرة بإذن الله. عايز ابتدي انشئ ايميل، هقول له نيو ايميل او ايميل جديد، هدوس عليه. ظهرت معاك تو، يعني ايه؟ مين الايميل اللي انت هتبعت ليه؟ طب ليه ما ظهرش فروم؟ لان اي ايميل بيتكون من فروم وتو وسبجكت. يعني فروم اللي هو من، مين الشخص اللي انا هبعت له الرساله؟ انا اسف، مين الشخص اللي هيبعت الرساله؟ فروم. طيب تو، مين الشخص اللي انا هبعت له الرساله؟ طيب السي سي، دي حاجه اسمها الكربون كوبي، الكربون كوبي. طيب البي سي سي بتكون ظاهره برضو، اسمها البلايند كربون كوبي. قلنا السي سي اللي هي الكربون كوبي، والبي سي سي اللي هو البلايند كربون كوبي. ده الاختصار بتاعته، سي سي والبي سي سي. واي ايميل زي ما قلنا بيتكون من حاجات اساسيه، بيتكون من الفروم وتو سبجكت. فروم الشخص اللي هيبعت الرساله، طيب تو الشخص اللي انا هبعت له الرساله، السبجكت التايتل او العنوان بتاعي. طيب السي سي والبي سي سي، السي سي هي نسخة بتكون معروضة للناس، طيب البي سي سي نسخة مخفية. برضه أنا ما فهمتش. طيب أنا دلوقتي نفترض أنا هبعت لخمس أشخاص في نفس الوقت، في نفس اللحظة. هبعت لمين؟ لخمس أشخاص، أروح أحطهم فين؟ في السي سي. الخمس أشخاص كل واحد فيهم عرف أنا هبعت بعت لمين. يعني الشخص الأول عرف ان انا بعت لمين الشخص الثاني، وللشخص الثالث، وللرابع،
وللخامس كلهم عرفوا بعض. يعني الخمسة اللي أنا بعت لهم كل واحد فيهم عارف الأربعة التانيين اللي أنا بعت لهم. طيب البي سي سي لو حطيت خمسة كل واحد فيهم ما يعرفش أنا بعت لمين، كل واحد فيهم ما يعرفش أنا بعت لمين، فده اللي هو النسخة المعروضة والنسخة المخفية. طيب ده السبجكت. هنا بقى ابتدي اكتب الرسالة بتاعتي. دي الرسالة بتاعتك ايا كان، مثلا انا بس كتبتها لهدف معين. المستطيل اللي انت شايفه فوق ده من خلاله بغير نوع الخط اهي، دي كلها انواع للخطوط. من فين؟ من المستطيل اللي من فوق. طيب اي نوع خط بلاقي جنبيه كلمة اسمها ابجد هوز فهو خاص بالخطوط العربية. طيب الشكل ده معناه ان هو مش موجود عندك، بس لو عايز تنزله من الانترنت تنزله. وخالص. طيب الرقم اللي جنب المستطيل حجم الخط. طيب في طريقة تانية بكبر منها الخط وبصغره. ال الكبيرة بتكبر حجم الخط، الصغيرة بتصغر حجم الخط. طيب الخط بتاعه رفيع، انا عايز اتخنه، بعمل له عملية بولد اللي هو البي. طب عايز اميله، الاي ميلة، حط خط تحت الكلام يو، اغير اللون من حرف الايه. طيب علامة القلم اللي هو تحتيه لون اصفر، ده الهايلايت اهو، عمل لي تظليل على الجزء اللي انا محدده. طيب التلاتة اللي جنب بعض دول المحاذاة، ناحية اليسار في المنتصف ناحية اليمين. طيب شايفين ده؟ دي هتلاقوها زي ما انتوا شايفين حاجة اسمها تعداد نقطي، يعني قبل السطر، قبل كل سطر هيعمل لي النقاط اللي انا هختارها تعداد تحت بعض. تعالوا كده ننزل، كتبت احمد مثلا، انتر علي. فانت ملاحظ الترتيب عامله قبلها بتعداد نقطي، عبارة عن نقاط، عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقاط. طيب اختار الشكل اللي انت عايزه. طب عايزه ارقام اللي هو النمبرنج، التعداد الرقمي اهو بالارقام. طيب دلوقتي انا هنا غيرت تنسيقات وظبطت. شايفين علامة الايه اللي هي تحتها ستيكة؟ رجعها لي زي ما كانت، شل التنسيقات، شل التنسيقات كلها، بس الحاجة الوحيدة اللي ما شلهاش التظليل، لا رجعها لي زي ما كانت في الأول، دي الاستيكة. طيب لو أنا بكتب في مستند أو بكتب في أي حاجة، أو بكتب في باوربوينت، بكتب في إكسل، بكتب في أوتلوك، أنا لو بكتب عربي فالكتابة العربية بتكون من اليمين إلى اليسار. فأتأكد من هنا في الدايركشن ان انا مختار رايت تو ليفت، من اليمين لليسار. طيب لو بكتب انجليزي هقول له ليفت تو رايت، ليفت تو رايت، انا الانجليزي بكتبه من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. سيجنتشر، احنا ما خدناش السيجنتشر، خدناش التوقيع. قصدك على ايه بالظبط؟ السيجنتشر ما خدناش التوقيع. اهي التوقيع، انا لسه ما شرحتهاش. طيب بالنسبة للاتنين اللي جنب بعض، دي المسافات البدء. اهي انا واقف هنا، دي المسافات البدء والمسافات النهاية. المسافات البادية والمسافات النهاية، ده اللي هو المسافة ما بين كل حرف والتاني. حلو خالص لحد الآن. طيب عايز أضيف مثلا ملف، أي حاجة بضيفها احنا قلنا اسمها اتاشمنت أو مرفق، هقول له اتاش فايل، أنا هضيف ملف. أدي ملفات جاهزة، عايز تضيف حاجة فيهم؟ لا،
طيب انا عايز اجيب ملف من الجهاز، اقول له براوس زيز بي سي، واختار الملف اللي انا عايز اعمل له استعراض او اضيفه، واقول له انسيرت. ادي اتضاف معايا، اتضاف معايا. طب عايز اضيف لينك اهو، اختار لينك واضيف هنا في الادرس اللينك اللي انا عايزه. طيب الحاجة الاخيرة السيجنتشر، اول ما ادوس على سيجنتشر فظهرت بالشكل ده. ده لو عايز اضيف ايه التوقيع، بيقول لي سيلكت سيجنتشر تو اديت، حدد التوقيع اللي عايز تعمل له تعديل. ما عنديش توقيع، هبتدي انشئ توقيع جديد، هقول له نيو. طيب اكتب التوقيع بتاعك مثلا اهو، محمد رمضان، واقول له اوكي. ادي ظهر معايا، فقال لي لو عايز احذفه ديليت، لو عايز احفظه سيف، لو عايز اعمل له اعاده تسميه رينيم. ده الايميل بتاعك اهو. طيب لو عايز اغير نوع الخط من فين المستطيل ده، طب لو عايز اغير حجمه هنا، انا هكتب توقيع تاني هنا، محمد رمضان. من هنا بغير المستطيل اللي جنب الرقم، بغير من خلاله نوع الخط. طب الرقم اللي جنبه بغير حجم الخط، البي بيتخن، الاي بتميل، اليو بتحط خط تحت الكلام. طيب الاوتوماتيك ده لون الخط، الكلمة انا بكتبها دي المحاذاة، اصغرها عشان تظهر في المنتصف ناحية اليمين ناحية اليسار. زي ما قلنا دي ايه، دي اللي هي لو انا بكتب انجليزي هخليها ليفت رايت، لو بكتب عربي هخليها رايت تو ليفت، لان الانجليزي بكتبه من اليسار لليمين، والعربي بكتبه من اليمين لليسار. طب عايز اضيف صورة، هدوس على الصورة دي واضيف الصورة اللي انا عايزها. خلصت هقول له مثلا اوكي، تمام. من السيجنتشر ادي التوقيع محفوظ فوق، هدوس على الاسم بس فضاف التوقيع بتاعك. اروح تاني على السيجنتشر، انا التوقيع ده مش عايزه، عايز اعمل له ديليت او حذف، فانا كده حذفته. انا هنا بسميه ده ازاي اعمل توقيع. طيب خلصت خالص الرسالة وعايز ابعتها، هقول له سند او ارسال، سند او ارسال واحد. طيب عايز احفظ الرسالة من فايل وبعد كده سيف از، هتلاقي من تحت الامتداد اسمه ام اس جي على الديسكتوب، واقول له سيف. ده لو عايز احفظ الرسالة. تعالوا كده نروح على الديسكتوب، اهي اتحفظت لك في شكل الرسالة. اول ما اجي افتحها ادي شكلها. يبقى تاني بحفظها ازاي، انا بروح على قائمة فايل، فايل، واقول له سيف از، واحدد مكان الحفظ، ومن هنا السيف از تايب نوع الحفظ، واقول له سيف او حفظ. ده بالنسبة للسيف از. برنت لو عايز اطبع الرسالة بتاعتي، برنت لو عايز اطبعها، كلوز لو عايز اقفل الملف اللي انا فاتحه، اما الاوفيس اكونت اللي هو بيقول لك انت فاتح اصدار ايه. انا فاتح مايكروسوفت 365، مايكروسوفت 365. طيب هنا في حاجه اسمها الاوفيس سيم، بصوا كده الاوفيس سيم ده لون النظام بتاعك، لون النظام بتاعك او لون الملف اللي انت فاتحه. ده بالنسبه لبرنامج الاوتلوك بكل بساطه وبكل سهوله. واخدنا برضو الجيميل ازاي من خلال ان انا ارسل ايميلات. محاضرة النهاردة فيها أي مشكلة مع الناس؟ المحاضرة بسيطة ولا فيها أي صعوبة على الناس؟ محاضرة سلسة وسهلة، أتمنى ما يكونش فيها أي صعوبة على الناس. تمام كويس خالص. بعد إذنكم وقت ما تحسوني ان انا مثلا يعني انا ماشي حته حته، بس حسيتوا ان في نقطه اتكلمت فيها سريع عايزين نعيد عليها تاني قولوا لي عشان اعيد عليها. ف
فالدنيا بسيطة، الدنيا سهلة، الناس ما تقلقش، هنعيد على حاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون. ف بعتذر منكم لو النهاردة ما كنتش في أفضل حالاتي، بس للأسف يعني أنا كنت هلغي المحاضرة بس ما كانش ينفع إن أنا ألغيها يعني، فدعواتكم يعني. فأنا آسف مرة تانية، أتمنى المحاضرة كانت بسيطة، حاولنا على قد ما نقدر نوصل لكم المعلومة بطريقة سلسة وسهلة بحيث إن الناس ما تواجهش صعوبة في الإيميلات عموما. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي مشكلة؟ أتمنى يا جماعة اللي عنده أي مشكلة، المحاضرة بتاعت بكرة بإذن الله، قبل ما ابتدي اشرح عايز من كل واحد فيكم يقول لي الحاجات اللي هي واقفه معاه من الحاجات اللي انا شرحتها، عشان لو كده نعيد عليها في الاول. تمام، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، واتمنى المحاضره كانت يعني سلسه عليكم، ما كانش فيها اي حاجه، كان ما كانش فيها اي صعوبه. كل القصه اللي بيجي في الامتحان الدولي طريقه ارسال ايميلات، وكمان ساعات ما بيجيبهاش. فإن شاء الله محاضرة بكرة هناخد أول بس ربع ساعة، اللي هو إزاي برضو الأسئلة على الجزئية دي بيجي إزاي في الامتحانات الدولية، هوريكم كمان شكل الأسئلة ونحلها مع بعض، وبعد كده هندخل على جزء جديد. ربنا يوفقكم يا رب، وأتمنى إن الدنيا كانت بسيطة النهاردة، وبالتوفيق لكم إن شاء الله في اللي جاي.